اللهم بارك. أشغال على قدم وساق، منطقة الكويف، على سلامتنا. طريق راه تسرحات ولكن خاصها على الزفت. الله معي. عاد شد الريالات ودفع هادي وشوف. جيب شي وحده اخرى. لا وياك ما تشري. ما كنا غادي نصب بحال هادي. والو تقول اقتصاديه. صافي. كنت تهليت بها وبا زوينه. ايد وحده. ايد وحده. شوف لها على السباطه والصالون. صافي. السباطه والصالون. هادشي اللي تيقول هذوك الناس. ها الحرمل اخويا ها. ها الحرمل. الحرمل. ها هو هو هذا كله حرمل. كله حرمل اللهم بارك. دير 10 دير 10 اشغال ها القرده زفتوها شي ما عليكش بيجو 21 390 ها النيلو ها النيلو انا اللهم بارك وزيد في ذلك ناضيه هاو تالق الطريق طريق نادية خصاصي صبت على شتات عارف الزفت اه انا بغا نبدل ليه الصالون جديدة والصباطة الصباطة غالية الصباغة غالية غالية خوش ها ها 30000 40000 الا كان 30 راه مزيان ترى ما عادش خصها 400 الصباغة هذاك صاحبي ما عندك تقاعد صبغ راسك 400 درهم 30 300 ولا 400 هي السلام خير شكون هو هذا؟ اللهم بارك طريق جديد هذه طريق جديد هذا السيد اللهم الله يسهل عليه الدنيا والاخره كاين واحد اللهم يسير له كاين في هذه الزياده ديال بالبصير كولوري راه ما بقاش هذاك والله ما بقاش ايه ما بقاش هو اللي كان هو اللي كان هذاك راه موحش وش بقى طريق مليح هذه تبارك الله اما كاين واحد سميتو الهيل فوق جيت الروضه هذيك عقلك 400 سطره كامله كامله شي عاتها لعند الكويف اللهم بارك طريق الرباط من المكسب طريق الجمعه ما عليهمش هادشي ما عليهمش هادشي اللهم بارك اللهم بارك مكسب لهنا امين ها المعيز ها المعزي مع الشبه هو دار بالزعتر انا قول بهي ما تعرقوها نعسو ما عليكش ما عليكش اسي نعسو لقا تسارحوا 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 هاي المعيز معشبين معشبين ولاد عبد الله ولاد يوسف هادو تياكلوا الزعتر هادو كيسميوها الحرمل كيسميوها الغابة ها المشاريع العملاقة اخويا من هنا بدات ها هي غادي يحيدوا السدرة ويحيدوا الحجر راه واحد السيل هي راه تيحفر في الصوندة راه راه فينا هو شتوه ها آه وزينات وزينات كبار مشاريع كبيرة مقطوعة مقطوعة يا اخويا مقطوعة اللهم بارك اللهم جيو خونا هذوك اللهم بارك طريق ناضية الطريق هذه اللي تمشي فيها دابا مخير واي واي باقي خاصة على الخط الابيض الطريق ديال السميكة هذي وتزم مراكش واه يموت على هذا الطريق اخويا انا تسمع مع الفجر بسكين ها الفيرما بدات من هنا من هنا بدات الفيرما كاين دات اليمين ودات الشمال هذا جاب شجر نايض هاي زعما محال يعيش ليك مسكين جيب لك انشا نقله جديدة الله 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 صافي هذا دار الطاقة الشمسية ها هو ها هو سي ذاك النهار كان كيحفر الصوندة هنا عند الباب صافي ركب موطور ركب تيو اسقي ليا مع راسك الله اللهم انا ها فين حفروا الصوندة اخويا هنا انا هذا اخويا دار شجر واش هذاك خروب ولا زيتون ها 100% خروب هذا خروب خروب الشجر ديال الخروب السي باقي ما دارش قوت ها قوت
او دير الكوده كودو تهنا خروبه سي 100% الورقه غليظه سمعتوني ولا انا هذا نصيب اخويا خدامه معنا انا واقيلا على نصيب بغا يديروا غابه يديروا نصيب ماشي بعيد لا هادو ماشي بعيد انا انا القريده واعره اخويا تتبع فيها الشتاء خضره تبارك الله سميوها الولجه الناس داروا الشجر فير مات سي ملاح انا انا فير مع اليمين وعلى اليسر باقي ما كاينش الكوتا كوت تيسقيوها بالستيرنا والله المعين والله المعين تحياتي الله معكم ها واحد الصوندة اخويا عند الباب الاخر ثاني هيا تا هي كاينه واحد الصوندة فير مات اخويا تبارك الله اللهم بارك هذا السباق ما داروش باقي ما حفروش هذاك سميتو ما داروش الصوند اخر راه فينا هي هذاك من الكوديا هذاك يسقي من تم مباشره يطلق التيو ما يحتاجش لا كوسا كوت لا والو سر خيرات مولانا انا اخي مشاريع عملاقه لا الزعتر زدنا لي عند هذيك سميتها واش زدنا لي زدنا لي عند هذيك السقايه وما وقلت لي ايوا حتى ما بغيتيش تقول ما قلتوهاش لي انا قلنا لكم قلنا لكم سير 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 عشير سير سير ما كاينش بلاصه هنا سير 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 على الله هنا ما كاينش لا والو اصفي كاين هنا كاينش انا منهم انا عيان شويه تعبان الله الله الرام سير 60 ريال سيدي احمد ديها سيدي زخمة انا كيجيبني السبعة هنا عند الحمزوزي عند السقايا راه قلتي لي الطريق مليحة صاحبي الله الله انا غتولي واحد الطريق ناضية الحرمل ايوا هذا الحرمل اخويا الحرمل اللي بغى الحرمل ها هو الحرمل اخويا من قيصر عتا الرون بوان ديال الكويف الحرمل والسدره جبوج سكيكيما اش بقى لك الدوم هناك الدوم الدوم الحرمل بلي بلي على الحرمل وصلنا القيشر صافي خوت قيشر ما كاينش تيبيعوها اللهم بارك باش ما يمشيوش باش يبقاو هنا فينا اقليم خريب قاعدة مرحبا بكم طريق حدا هنا ما عندكمش الفلوس والو صيبي كملوا لنا الطريق الله يرحم الوالدين تاع قيشر عافاكم لاش خليتوها القردة درك علاش اشنو هنا شكرا على تفهمكم كنشكركم شكون اللي غادي تفهمني على هادشي حتى حاجه والو معصرة الزيتون هادي معصرات شلا معصرات تبارك الله الحجر اخويا هنا الحجر اللي بغى يدير شي مشروع ديال الحجر هنا مزرد واي 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 اللي بغى يبيع الحجر يجي لنا يدير واحد الكاريان استخراج الحجر مارتا واش باقي شي ببوش في القوار ولا مات مع جفاف كرموس ما بقاش كرموس نصارى زين الله ادوزو بخير نصور لكم قيشر ان شاء الله